الجواز مش بالعافيه يا بنتي، انت عايزه تفضحينا؟ عايزه الناس يقولوا على ابوكي ما عرفش يربي بنته؟ ده الراجل يروح فيها وامتى؟ يوم كتب كتابك يا ماما. يا ماما انا قلت لك قبل النهارده مش عايزاه ليه؟ اوعي يا بنت، الدبل وقرايه الفاتحه وداخل خارج بقى له سنه، هو في ايه؟ هو كان لعب عيال ولا ايه؟ استهدي بالله يا طنط. اعمل ايه؟ اعمل ايه بس يا ربي؟ فضيحه، والراجل اللي الناس هتاكل وشه. فضيحتي يا طنط، هو الراجل بس منها شعره نحققها الفضيحه. حقها؟ هاي ايه محققة؟ دي تقول اه وحاضر ونعم ورقبتها على الارض، هي ملهاش رجاله ولا ايه؟ كله من حقها تختار شريك حياتها. بتنتي الحكايه مش ناقصاكي انت كمان. طب انتي واتفضحتي واللي كان وخلاص بيتك اتخرب، عايزه تخربي على بنتي هي كمان؟ وانتي ورحمه امي انك جستي في خلال 5 دقايق. ايه يا جماعه؟ انا متحسس من اول مره. في ايه؟ ولا حاجه، سلامتك يا حاج. يلا عشان البنت تجهز من هنا. من بابا يا بنت الكتمي. انا مش عايزه اتجوز محمود. بنتي وكفايه بقى عياط، عايزين نخلص قبل ما ابوكي يجي. انتوا ليه بتعملوا فينا كده؟ هي عملت ايه عشان ده كله؟ مش هخبي عليكي يا دعاء، انت زي امل. زيها؟ طبعا زيك. يعني زي بنتي. يا بنتي اللي عمل ابوها ده مش من فراغ. الراجل قاعد معاها بالحسنى من اسبوع، واتكلم معاها وفهمها وخدها في حضنه، وخد منها وعد انها هتسمع الكلام ومش هتمرمط اسمنا في التراب. يا طنط اسمي ايه وتراب ايه؟ هو ايه اللي حصل ده كله؟ يا بنتي الواد داخل طالع بقاله سنه بحالها، وخروج ودخول مع بعض وقرايه فاتحه في وسط الناس، وبعدين نقول له ايه؟ شكرا خلاص مش عايزين اللي بعده؟ لا ازاي، عندك حق. ايوه اقعدي بقى يا حبيبتي مع بنت عمك وعلميها، عشان عايزين بقى الليله دي تعدي على خير. يا بنتي هنعوز ليه؟ اشمعنى دي هنعوزها؟ ربنا يتمم لك بخير. هتسكت على اللي بيحصل ده؟ انا حاولت اتكلم ما تيجي شايفه اللي حصل. الجواز مش بالغصب، ده لا رضا الناد ولا كيف، ده ما يرضيش ربنا. يا جماعه انا اتحكم عليا خلاص. حكم ايه؟ يا بنتي دي حياتي، والراجل انت هتتجوزيه ده تعيش معاه سنين اكتر من عشتيها مع اللي انت خايفه منه بره، وده حقك. حقي؟ انا ليه الرجاله بياخدوا حقوقي؟ الراجل بيعمل اي حاجه وما يتحاسبش، والست تتحاسب على اي حاجه حتى ما عملتهاش. تفتكري كلام الانشا ده هيبعد اذى ابويا عني؟ ولا نظره الحسره اللي في عين امي؟ ولا احساسي بالذنب اني كسفتهم وسط الناس؟ والنبي ضيعت مني في حالي، انا مش ناقصاكي. انت بني ادمه وليكي حقوق، وربنا ادالك عقل عشان تعرفي تفكري بيه، تاخدي قرارات، وانت قد قراراتك ومسؤوليتك. انت دلوقتي لو قلتي لا هتبقى واحده اتفسخت في دنيتها، بس لو وافقتي واتجوزتي وبعد ما تطلقي تبقى واحده مطلقه زيي. عايزه تبقي زيي وواحده مطلقه؟ انا بكره بتاعك، انا المرايه بتاعتك. فكر عايزه تبقي زيهم. لو كان الحكم للراجل، كلمه للراجل، والصح مع الراجل، ما كانش ربنا يحاسبنا على اللي احنا بنعمله. ما كانش كل ما تفكري تعيشي بيوم زياده يديهولك. الامر اللي راح اهلنا المسؤولين عليه، اللي جاي احنا ايوه احنا اخيرا قلتيها يا شيخه. يلا انا وانت ايدنا في بعض، اطلعي. انا مش عايزاه، مش عاوزه، ولا هفكر اعوزه. هي مره لازم اقولها. مش هسيب